الحسن الصدر، وكذلك الوحيد البهبهاني في الفوائد الرجالية، وبالجملة في صفحة 38-39 للوحيد البهبهاني، وبالجملة الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية، مراد من الأصولية يعني في قبال الفرعية، يعني في المسائل العقائدية. فربما كان الشيء، واللطيف أن الآن بعض الناس يقرأ على هنا وهناك ويكتب بأنه لا، القضايا العقائدية مسلمة. شنو منا مسلمة؟ وقع مجموعة من النظريات قد يوافق هذا باتجاه وذاك ماذا باتجاه آخر، ولا محظور فيه، لأنه القضايا المسلمة بعدد الأصابع والباقي نظريات، وواقعا صاحب الاختصاص له حق أن يجتهد ويقول هذا رأيي وذاك يقول ماذا ذاك رأي، هذا يقول عنده علم بالغيب يقول الآخر ماذا، لا يوجد عنده علم بالغيب ولا محذور في ذلك، كما في المسائل الفقهية يوجد اختلاف ولا محذور فيه، وفي المسائل الكلامية أيضا يوجد اختلاف. المشكلة أين؟ عندما تصل إلى إعطاء المشروعية لتوجه دون التوجه الآخر، يعني إلى المشكلة في الإقصاء، في رد الطرف، في عدم قبول وإعطاء المشروعية للطرف الآخر بمجرد أن الإمكانات بيدك أنت. على أي الأحوال يقول: فربما كان شيء عند بعضهم فاسدا أو كفرا أو غلوا أو تفويضا أو جبرا أو تشبيها أو غير ذلك، وكان عند آخر مما يجب اعتقاده. عند الأول كفر وعند الآخر ماذا؟ شنو؟ يجب اعتقاده. عند الأول بدعة غلو وعند الآخر ماذا؟ أصلا من كمال الإمامة، ممكن أو غير ممكن؟ نعم، هذه أمامنا الآن كتب الكلام، أنتم ارجعوا إليه. أو لا هذا ولا ذاك، وربما كان منشأ جرحهم بالأمور المذكورة وجدان الرواية الظاهرة فيها منهم أو إلى غير ذلك. ثم يقول: ثم أعلم أنه، أي محمد بن عيسى، والغضائري ربما ينسبان الراوي إلى الكذب ووضع الحديث أيضا. منشأه ماذا؟ منشأه الغلو، بعدما نسباه إلى الغلو، بمجرد إذا نسبوا الغلو ينسبونه مباشرة. وأنتم ترجعوا إلى كلمات المتقدمين تقول ماذا؟ يقول كذاب وضاع، مع أنه هو دي يبني على مبنى كلامي أن هذا مغالي، يعني دي يضع الروايات لأنه فاسق فاجر كذاب إلى آخره. هذا هم كلام الوحيد البهبهاني في الفوائد الرجالية.